قلتي كيف كيف انسى اخر مره شفتك سته قلتي كيف ولما اخر كلمه مني تجاهلتيها قلتي كيف كيف انسى اخر مره شفتك سته قلتي كيف لما اخر كلمه مني تجاهلتيها سكرت الباب بوجهي وقلتيها ترجعش هيك عادي قلتيها هي اخر سهره في بيتكو بتنتسى وامك كيف كان الشيطان متلبسة بوزها عالنحتين كان دار مشبرين ساعتين لا دقت قهوه ولا قطين انتي كيف كم مرة فكرت فيك وكم مرة جربت اتصلك كم مرة فكرت فيك وكم مرة جربت اتصلك بس امك بعدها بتحميكي رفعت السماعة محلك خليكي ويخليها وبقي سلمي لي عليها وقلتلك تعالي معي قلتلك بوقتها قلتلك تعالي معي قلتلك بوقتها قلتلك وبحبك قلتلك بس مش قادر اتحمله لهمك زعلت كتير بوقتها سبيت عأمي حتى بمرق براسي شو كان ممكن لو انه صار لو انه صار بينا هالحب هالحب اللي مش راجع بمرق براسي شو كان ممكن لو انه صار لو انه صار بينا هالحب هالحب اللي مش راجع مش راجع انا بالاساس ما انا تعودت عغير ناس بمرق براسي شو كان ممكن لو انه صار لو انه صار بدنا هالحب هالحب اللي مش راجع مش راجع انا بالاساس ما انا تعودت عغير ناس